ابكي يا ولدي، حاول البكاء وحيدا، إنها من سمات الأولياء. فإن الإمام عليا كان يبكي لفرط وحدته، واضعا رأسه في البئر. إن نحيبه ليلا لم يكن يسمعه أحد سوى الله والبئر يا ولدي. ما زالت لديك أم تمسح الدموع من على خدك. حذاري يا بني أن يرى أحد دموع ابن دومة. ستكونين برفقة ضعينة للثكالى الفاقدات. إن عمر يا أمه قد سعدت. يا الله، أريد أن أوصي يا أمه. في العادة يا ولدي، فإن الآباء هم الذين يوصون. لقد قدر العكس بالنسبة إلى المختار، بالنسبة إلى المختار وأمه. من المحتم أن هناك حكمة. نرضى برضا الله. هيا أوصني يا ثمرة عمر أمك، أوصني. ستكونين برفقة ضعينة للثكالى الفاقدات، أمهات قد ربينا أبطالا. يجب أن تكوني مثل أم وهب يا أمه. الغوث، الغوث، الغوث. يا رب، يا رب، يا رب. إياك أن تنادي علي بالويل والثبور، فلا تشقي علي جيبا أو تخمشي علي وجها. وعندما ترين رأسي فوق الرمح، ارفع الرأس والصدر متباهية مرددة أنشودة الفاتحين. هكذا أريد من أم المختار أن تتصرف. أنت المنتصر بني، أنت سوف تغرق مصعبا كما أغرقته في رؤياك. سأوصي زائدة أن يحملك أنت وثابتا إلى مكان آمن. أبعد ثابتا من المهلكة، أنا سوف أبقى. اسمعيني يا أمي، أثبت العدو أنه لن يرحم صغيرا أو كبيرا يمت إلي بصلة. مختار، لا تضيع الوقت، لن تصل إلى نتيجة. أبعد ثابتا عن هذا المكان.